ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة إني تي في. فيديو جديد غادي يكون دردشة جديدة إن شاء الله وبحول الله تعالى. الفيديو ديال اليوم غادي نقول لكم من منا ما حلمش أو بأنه بغى يكون بحال واحد شخصية ما، شخصية عامة، شخصية مقربة، شي شخصية كيعرفها، أو أنه كيكون رابط الحلم ديالو بحاجة أخرى. يعني دائما كنقول هذيك الممثلة وي رقيقة هكا بطبيعة الحال، الفلوس الجمال هكا كتدي العملية تجميل داك الشيء، هذيك عندها دارها، وي الزهر، وي ولا حيت راجلها خدام مزيان، هذيك دارت حيت كملت. هذه كلها اشياء كتدوز دائما في الراس ديال اي شخص بطبيعة الحال. غادي نقول لكم اي شخص طبيعي بطبيعة الحال، لاننا كلنا بشر وكلنا كنحاولوا بانه نديروا بعض المرات. كل واحد كتجي، ماشي غادي لكل واحد غادي تجي واحد الفكره وكتجي من ذاته هكا. كاين اللي كيقتدي بشخص اخر، كاين اللي كيحاول بانه يقلد شخص اخر. كل واحد اشنو هو الحاجه اللي بغينا نهضروا عليها اليوم، هو انه جميل جدا بانه تكون عندنا واحد القدوه في الحياه. هذه جميل جدا وبديهي وطبيعي ان الواحد يكون عنده واحد القدوه، يكون واحد عنده واحد المثال اللي باغي يحتذي به، انه يكون واحد الشخصيه او واحد المسار او واحد الفكره او هكا، بانه كيبغي ياخذها كمعيار ليه باش انه يقيم راسو بانه يدير بزاف الاشياء. هذه جميل جدا. الحاجه اللي انا علاش درت فيها الفيديو هو ان الشيء اللي كاينين، هناك فرق ما بين انني نقتدي بواحد الشخصيه او بواحد الفكره او نتخذ واحد الفكره كمنهج هكا، او انني كيفاش غادي نقول لكم اتقمص تلك الشخصيه. بمعنى نقول بواحد سميتو باش نبسط الامر اكثر، يعني نكون انا مثلا كنشوف هكا في مجله ولا في فيديو في يوتيوب او مثلا في شي فيلم ولا شي حاجه مثلا، وشفت واحد شخصيه عجبتني، لا من ناحيه كيفاش هي كتهضر مثلا ممثله، كيفاش او انفلونسر ولا شنو هو، كيفاش كتهضر، كيفاش كتعيش، كيفاش كتلبس، كيفاش. انا كنهضر على اناث وذكور، يعني انا كنهضر بصفه عامه. كنحاول بانني نولي عايشه هذيك الشخصيه بكل تفاصيلها. باش نقول لكم كاين بعد الامر ما مصباح الواحد قبل ما يفيق عوض ما غادي يشوف هو واش غادي يلبس، كيمشي ديريكتومون يشوف مثلا هذيك الشخصيه او اللي كيدير به بحال هكا، كيشوفو مثلا في الانستغرام او سناب شات او فيس او هكا اشنو نزل باش نمشي انا ندير بحالو. هذا باش غير نعطيكم واحد طريقة مبسطة باش نشرحو الشيء ديال انه اللي كيكون بالك واخد واحد القدوة كيفاش كيتقمصها، يعني يلغي الشخصية ديالتو. هذا هو الخيب في الامر، هو اننا ملي كنبغيو نقتدي بواحد الشخصية او بواحد الفكرة او لا هكا، خاصها نكونو دايرينها، نكونو فاهمينها، نكونو واعيينها، نكونو هكا، ولكن ما نكونوش لاغيين فيها شخصيتنا حتى ولو كانت فكرة. مثلا الفكره اللي كيكون مثلا دابا اغلبيه ملي كيكون كيقرب الصيف ولا هكا، كنا بحال كنا بشر، كنا غير بحال دابا في الكونفينمون الحجر الصحي، غير فات رمضان اغلبيه منهم تاع انا داكشي كلشي ولينا كنشوفو كنغيرو في الاكل ديالنا، نغيرو في الطريقه ديال الاكل ديالنا، كنقلبوا على الاكل الصحي، نقلبوا على نمط حياه مغاير. طبيعي الحال جميل جدا، جميل جدا، وهذه هي اللي خاص الواحد يديرها، خاص تغيير نمط الحياه. يعني ما غاديش نقولوا لا باش ندير ريجيم باغا نقص باغا هكا، باش غير غادي من هنا الصيف باش نكون مزيانه ولا هكا، حيت من ورا رمضان خاص الواحد نو، هذه خاصها تكون كفكره. يعني ها فين قلت لكم يعني كلشي كيكون ماشي في نفس الفكره، يعني ممكن الناس اللي هما حتى في الحياه اليوميه ديالهم كيوليو كيجيو ما بين ليله وضحاها كيعطيو الجسم ديالهم واحد الريجيم او واحد النمط. ما غاديش نقول لكم نمط، غنقول لكم ريجيم لانهم هما كيسموه ريجيم، هي ما غاديش نقول صح لا، هي كيقولوا لها ريجيم لانهم كيدخلوا فغيم في واحد نمط سميتو كيكون قاسي جدا. بين ليله وضحاها كيمشيو كيولوا كيقلوا بزاف الكميه ديال الاكل، بين ليله وضحاها كيحيدوا السكريات، حيدوا النشويات هكا، وكيبركوا زعما كاين سميتو الكل اللي كان كيتعشى كيحيدوا بالمره من دغيا، وكيمشي ديريكتومون كيبدا على الرياضه. واحد الشوك الجسم ديالو كلشي كيجيه العقل الجسم هكا كلشي كيجي فيه خطر.
طبيعه الحال ملي كتبع هذا حيت ماشي الشخصيه ديالك حيت ماشي الاراده ديالك طبيعه الحال من بعد شهر شهر ونص صافي كتحيد الفكره كتمشي تقدر تمشي مع واحد حتى 3 شهور ولكن من بعد غادي تمشي كيف كنقولوا مثلا كاين اللي كتشوف مثلا شي شخصيه بحال هكا جاوها لي لونتي زوينين وي علاش لا انا ما نديرهمش شعرها حتى هويا وي هي قطعاته حتى انا مش نقطعه حتى انا نديرو ونسات بان هذيك الشخصيه اللي قطعت مثلا شعرها هي مثلا عندها شعر عندها الوجه ديالها اوفر يعني دارت واحد لاكو اللي جات لها مع سميتو مع الشكل الخارجي ديال الوجه ديالها ميم لي لونتي جا لها مع لاكو ديالها او الكولور ديال نو انا سمراء بزاف هي دارت لي لونتي خضرين نديرهم حتى انا غادي تجيني ديك التقطيع بحال غادي تجيني هي هكاك نو ناخذوا فكره ونشوفوا كيف هي دارت خدت واحد الاشياء اللي جات لها مع عطات جماليه اكثر بينت لها الجمال ديال الوجه ديالها اكثر او بينت لها الجمال ديال الشكل ديال العينين اكثر حتى انا نقدر انا يكون عينيا كحلين هكاك وداكشي غادي نعرف كيفاش انني نجي منهم يعني نجي منهم بواحد المكياج ولا هكا اللي غادي يظهرهم يعني ما نحتاجش بانني نمشي ندير لونتي حيت اكس دارت لي لونتي ولا هكا او كاينين بعد مثلا الدراري ولا هكا كيشوف واحد جات معاه لونطريمون جات وي مشيت انا ندير ميسكولاسيون داكشي نو كاينين اجسام ديال الرجال اللي كتستحمل بان الواحد يدير ميسكولاسيون هكا باش يبقى واحد شكل جميل هكا وحافظ زعما كان على الصحه ديالو وكاين اللي كياخذها بالعكس كيكون رقيق وكيمشي كيبقى يعطي لراسو كيعطي بزاف المكملات وداكشي منها البروتين وداكشي باش انه يدير يعني كبرك تسمى علاش حيت باغي يدير مع واحد الشخصيه اخرى علاش هذا هو المغزى من الفيديو ديال اليوم هو انه من بغو ندير من واحد الشخصيه او من واحد الفكره ولا كنحاولوا دائما اننا ما نلغيو الشخصيه ديالنا يعني تكون عندنا واحد الفكره نقدروا حنايا نكونوا حنا بحد ذاتنا حنا نكونوا قدوه للاخرين يعني ماشي غير انايا ما غاديش نكون انايا شي انفلونسور ولا نكون ممثله ولا نكون شانتوز ولا هكا ما غاديش نكون نو كاين الناس مثلا نقول لكم كاينه شي شخصيات بحال هكا كيمشيو يديروا لا بوسيبل بالسالير ديالهم داكشي غير باش يمشيو يشريو حويجات ولا لي زكسسوار دو مارك باش سي لابارونس باش نبينو قدام الناس وحدين اخرين باننا سيغتان نيفو ونساو بان واخا تكون داير ملي غادي تكون دير لي واحد لا سانتور مارك ونساك نوتخو مارك ودير لي واحد بروش نوتخو مارك ودير نفس سا ملي كنكون باغي نلبسو شي حاجه نديرو اون سول مارك وكنديرو ان سول تروك يعني الا درنا سانتور ما نديروش الساك ما نديروش يعني كيكون هذاك الشيء كيكون واحد التناسق يعني كثرت لي مارك كتكون دايره فيها كول حتى كثرت الاشياء من نفس لا مارك ترو سي ترو يعني خاصنا نعرفو كيفاش اننا نسقو الاشياء كاين الناس ميم لي باش انهم سي لابارونس عوض ما يمشيو يشرو حاجه ديال لا مارك ولا هكا كيمشيو كيلتجئو انهم كيشرو الحاجات لي سو مارك باش انهم تكون عندهم واحد الاحساس وي انا يرى بحال شخصيه كذا ولا راه انا كنمشي نجيب هذا نو بالعكس تلقاي هذيك الشخصيه كذا اللي كتجيب سميتو مثلا يكونوا داخلين في واحد مثلا واحد البيرو وهذيك الشخصيه مثلا عندها مثلا شي حاجه ديال كلامك وشافت واحد الشخصيه جايه وما عندهاش لا مارك ما ماشي شي دي تروك صعب مي بلاستيك اشياء بسيطه ولكن متناسقه لا من ناحيه الالوان لا من ناحيه الطريقه ديال اللبس لا من ناحيه الستيل اللي لابسه ديال الحوايج حيت الستيل حنا عارفين الستيل ديال اللبس اللي كيكون في الصباح ما خاصوش يكون في العشيه الطريقه ديال الشعر حتى هي طريقه الميك اب ديال الماكياج يعني نكونوا دايرين ماشي انايا نكون غادا خارجه في الصباح ولا صار تخرج بانه عامر قايت هنا وغادا مع 12 والشمس تشع وانا ابرق 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 باش ندير نو يعني خاص الواحد يكون تاني يكون واحد التناسق يكون واحد كتكون كتبان شخصيتك في بساطتك وفي تناسق الالوان حتى الميك اب يعني الواحد باش ان واحد يكون واخا يكون عندك لي باليت دي مارك يكون عندك هكا يكون فريمون كنهضر في فري لان الواحد اللي باغي يشري شي حاجه ديال الماكياج من احسن تكون فريه ما تكونش ايميتاسيون باش ما نخرجوش على الوجه ديالنا في الماكياج وداكشي ما كنتفلاوش تقدر اللي باغي يديرها في الحوايج ولا هكا سي سون افير ولكن بالنسبه للميك اب والكريمات وداكشي نحاول باننا ناخذ الاشياء الاصليه ولكن راه ما كتعرفش دير الماكياج ما كتعرفش تنسق الاشياء ما كتعرفش دير فيها هكا وتقدر نوعيه الفول ميك اب جا معاها هكاك وقالوا لها صحابتها زوين وفعلا جا معاها زوين وغادي تخرج به بالنهار ولا غادي تخرج به ما بالليل واخا نخرجوا بالليل راه ماشي حيت حنا خارجين بالليل خاصنا نديروا في الميك اب راه عنده مناسبات عنده اماكن ماشي انا غادي للكافي غادي مع صحاباتو دايره فول ميك اب هكاك ولا شي حاجه
نوت سي دو تروك بحال هكا يعني خاصنا نكونوا دايرين يعني ما عمرنا من الغيو الشخصيه ديالنا لارضاء الاخرين ولا باش نبانوا باننا نشبه شخصيه ما وبان داك الشخصيه ماشي داير يعني كل واحد يكون دائما قانون يعني ملي كتكون القناعه كيكون الرضا كيكون هكا هادشي اشياء كتكون مزيانه ملي كنا قانع مثلا غادي نقول كنا كنبغيو باننا نحافظوا على الصحه ديالنا كنا كنبغيو باننا يكون عندنا واحد الوزن هكا ما كاينش الوزن المثالي وما كاينش الجسم المثالي كاين هناك التناسق هذا بالنسبه للجسم وكاين هناك تغذيه سليمه باش هذا ما نقولش لكم لا هذه حميه ولا هذا ريجيم ولا هكا يعني ملي كنقول لكم ميم كبيره فاش قلت لكم التناغيس من النمط ديال الاكل ديالي هكا ماشي كنقلب على نقص الوزن ولا هكا يقدر ينزل لكم شي كيلوات ولا هكا يعني ولكن ماشي هذاك اكسيسيف ولا هكا ولكن كنقلب على واحد نمط الحياه اللي غادي يمشي معايا بزاف يعني الواحد يحاول بانه كيقلل الكميه ديال الاكل ديالته في الصحن ديالته يقلل من النشويات بزاف من السكريات من المقليات هكا كلشي ونكثروا من الخضر والفواكه يعني هادشي نكثروا منهم نقصوا ثاني من اللحوم اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء نحاولوا نكثروا من الاسماك يعني باش هذا تتكون واحد النمط ديال الحياه ومنها كندوزوا حتى لوليداتنا يعني ماشي بالضروره انه خاصنا لا دابا ولا الفاست فود ولا هكا نو كاين الفاست فود وكاين سميتو يعني كاين الفاست فود الصحي وكاين هكا يعني الواحد خاصو يكون عارف ماشي دائما ناكلو نو صافي واحد الا كان من الزنقه ولا كان برادو لي ريستورون ولا كان فيها هكا صافي راه سين سين دو ريشيس يعني راه بان الواحد راه غالي ولا راه لاباس عليه ولا عنده الفلوس نو نو ما عمرها ما كانت بحال هكا كانت هي الطبيعه ديال كيفاش انت كدير مثلا انا نطلع في الوزن ديالتي هكا وداكشي نبدا نقول نو الوزن المثالي هو هكا نو ماشي ما كاينش وزن مثالي ما كاين جسم مثالي كاين جسم متناسق وكاين واحد الوزن اللي هو غادي داير معاك مادام انت غادي تنتبه للاكل ديالك واخا تكون عندك كدا 80 ولكن الاكل ديالك مزيان التحاليل اللي عندك اللي كدير التحاليل ديال الدم كتكون ما فيهاش كوليسترول ما عندكش ضغط الدم ما عندكش هذا الوجع ديال الراس كيدير ولا كدير فيه هكا يعني فالجسم ديالك مزيان يعني الوزن ديالك مزيان يعني ما تبقاوش باكين كتشوفوا اي حاجه دازت فيها هكا اشاره لشي حاجه اللي خاصني نتبعها خاصني نهار كاين الوزن المثالي انا ما واصلش بحال ديك الخرافه اللي كيقول لك على حساب الوزن ديالك على حساب الطول ديالك غادي نحيدو نو ما كايناش نو هادي كانت شحال هادي ملي الله بداو الناس كيديروا شحال دابا نو كايناش القضيه كاين وزن صحي وكاين جسم متناسق هادي هي سميتو اللي كدايره كاين ثاني ملي كنقولوا مثلا غادي نمشيو هادو دابا ولينا اغلبيه ملي كندخلوا نشوفوا في الانستغرام ولا هكا كنشوفوا دي ستاتيو بزاف ديال الحياه علمتني الحياه علمتني هكا فكره ايجابيه فكره جميله جدا باننا كلنا تكون عندنا افكار ايجابيه جميل جدا باننا كنا نكونوا متسامحين ولكن يكون تسامح ماشي بالكلام ماشي حيت انا غادي باش نبين قدام عباد الله نبدا نبين بانني متسامحه والحمد لله هكرا ماشي كلمه كتنطق هنا راه احساس احساس راه واحد النمط العيش ملي كنقول الحمد لله كنكون هذاك اعيشه يعني ملي كنقول الحمد لله نكون شي حاجه كنعيشها كشي حاجه كنكون انا مصدقاها انا داخله ليا معايا يعني ملي كنكون مثلا كنقول اي حاجه في سميتو ماشي حيت مكتوبه هكا بزاف قصص بزاف الاقاويل ديال كيفاش غادي نقول لكم كون شاكره نكون هادو هذاك الشيء صافي راه الواحد راه ماشي اي واحد كتب شي حاجه كيكون كاين غير حيت كيف قلت لكم موضه حاليا بان الايجابيه وداك الشيء هناك فرق ما بين انك تعيش الايجابيه وانك تتقمص الايجابيه هناك فرق يعني الايجابيه كتدخلك في بزاف الامور كتدخلك في كيفاش انت في الحياه كيفاش كتعالج الامور في الحياه كيفاش كتدير فيها هكا علاش انا قلت لكم الواحد باننا نحاولوا بان في واخا ناخذوا قدوه واخا نبغوا القدوه كناخذوها وي كناخذوا افكار ناخذوا حكم ناخذوا الطريقه كيفاش داكشي ونتعلموا منها ولكن كنحاول بانني اقلمها مع شخصيتي لان ما ننساوش بان ملي كنبغوا نشوفوا مثلا شي شخص ما ولا هكا
وحنا كنبغيو نديرو كنحاول اننا نادابتو داكشي على حساب المحيط ديالنا اللي حنا كيفاش عايشين وكيفاش هكا. يعني مش تجيب لي واحد النظريه ديال واحد اللي عايش مثلا ماليزيا ولا عايش في لاميريك ولا هكا وتجي مع واحد مثلا ساكن في واحد البيئه عاديه هكا كون المحيط ديالته كامل وتقول لي انه غادي انني اعيش الحياه وهكا وانا مسالم هكا وانت كاع انه كتدير مع الناس اللي حواليك. لا يعني خاصك وي خدتي الفكره من تما كان خدتي النمط ديال الحياه ديالك ولا هكا ولا نجي نبدا نقول انه خاص اليوم غادي ناكلو غير هكا. لا هي مزيان الواحد هو انه ناخذ افكار من جهه اخرى مثلا الطريقه ديال الاكل ولا هكا كيف كنشوفوا وي كنشوفوا في الانستغرام نشوفوا في هكا الصور كتعطينا افكار ولكن نقدروا نديروها. مثلا انا نشوف فطور مثلا كيف قلت لكم في دوله اخرى ولا هكا دايرين بلاطو ودايرين بيض هكا ودابا ولاو كيديروا ثاني هكا بوكال كتلقاي تلقاي فيه مثلا البان غريل تحت اللي كيكون هويا هذا بالحبوب ديالتو تلقى مثلا دايرين معاه الكومبوست ديال هكا سي فري هذا فطور تما كنزون هذاك الشيء من في اوروبا هكا وداك الشيء كديك ها فوا ديرو. ولكن باش انك تجي مثلا عند واحد البيئه تكون انا غادي نعطي بالمغرب لانني مغربيه يعني بطبيعه الحال هي في جميع الدول العربيه غادي دير في الصباح تجي تقول لهم لا انا نديرها لكم في البوكال هكا وغادي ما غاديش تجي في الاول ما غاديش دير تقدر من بعد ولكن في الاول باش انك تقنع واحد المحيط ولا هكا كتجي باشياء بسيطه في الصباح زيت هكا البيض ديالنا نطيب بزبيده بزيت العود غير شويه ديرينو هكا. عندنا الخبز ديالنا محرش بالبلبوله داكشي جميل جدا راه بحالو بحال التوست ديال بالحبوب وهذاك الشيء يعني راه بحال بحال يعني غير هذاك مطيب هذا عندنا مقرص والاخر كيتنفخ بوحدو هكا كوم يقولوا كيقطعوه يعني نكونوا واضحين دايرين بحال هكا حبوب سميتو ديال لافوان ولا هذاك الشيء عندنا الشعير يعني كاين اشياء اللي حنايا غادي نديروها خدت الفكره من تما غادي نطبقها باشياء انا دايرين فيها هكا كيف سميتو كاينين هكا كيقول لك مثلا على الاطباق ديالنا حتى هي بحال الطاجين هكا حتى هويا كيفاش اننا نقدروا نديروا هويا طبق صحي ما غاديش نديروا فيه بزاف ديال الزيت غادي نديروا فيه معلقه صغيره وغادي نستغنوا على اللحم يعني ماشي بالضروره ندير طاجين خاصني ندير ليه اللحم نديروا فيه ولا هكا نقدر ندير الكسكس الكسكس راه متكامل حتى هويا غادي ندير مثلا واحد الكميه كندير بزاف ديال اللحم نقدر غير نقللها نقدر نستغنى عليها نستغنوا شويه على اللحم نستغنوا عليه على داك الشيء ماشي الا ما كناش في سميتوها ماشي يوميا خصنا ناكلو ناكلو مره في الاسبوع عادي اما اننا ناكلو في جميع الوجبات ديالنا ثاني ما دايرش يعني راه كاين بزاف الاشياء. حنا المغرب الحمد لله غني جدا بالاسماك وداك الشيء نعطيوها الاسماك كنقول لكم دائما كنعطي المثال ديال المغرب هو جميع الدول العربيه داك الشيء غير كنعطي لانني مغربيه بطبيعه الحال. هادشي اللي كنقول لكم يعني نحاولوا باننا ملي ناخذوا افكار ونحاولوا باننا نطبقوها مع الشخصيه ديالنا ونلغوش الشخصيه ديالنا. يعني ملي كتكون واحد الالغاء ما كيشبهناش ما عمرنا نمشيو نتقلدوا بشي حاجه ما كتشبهناش نحاولوا باننا باغي نغيروا باغي هكا نعزوا بالشخصيه ديالنا نحاولوا باننا نغيروا من الاشياء ديالنا ونديروا حاجه اللي كتشبهنا حاجه اللي كتشبه لينا ماشي انا كنشوف هذيك راه واحد الام ولا هكا عندها جوج الوليدات عندها ثلاثه وشو كيدايره وانا في الداخل ديالي كنقول منا تصطات كتحب راسها باقا صغيره قد دابا كان كيدعوا يلعبوا هكا كل كيخرجوا هكا نو وانا في الفيل يا والله لا والله لا تم لا انا خاصني نكون من الداخل انا مقتنعه من الداخل نكون مقتنعه ملي كنكون مقتنعه بالحاجه كنتقبلها اكثر وكنطبقها اكثر وكنعيشها اكثر. هذا هو المفهوم هو اننا خاصنا نكون هناك فرق ما بين نقلدوا الحاجه ناخذوا الحاجه قدوه والحاجه اننا نديروها على الشخصيه ديالنا ما عمرنا ما نلغوا الشخصيه ديالنا نحاولوا دائما نطوروها نحاولوا دائما ننميوها بطبيعه الحال حتى واحد ما معلم بطبيعه الحال محتاجين دائما لاشياء اخرى باش كنتعلموا منها. الحياه مدرسه مدرسه بكل شكل اي صوره دازت في هذاك الدرس اي مقوله دازت من قدامنا فهي درس اي شخصيه دازت من هكا كاين درس يعني اي حاجه وما نحاولوش نقمصوا شي حاجه 100% لان ما كاين شخص متكامل بامل بيئه كاين الشخص المتظاهر بانه راه 100% ولكن ملي كنكونوا متسامحين مع بعضياتنا كنكونوا متسامحين عاداتنا هي اولا قبل ما نتسامح مع بعضياتنا وملي كنكونوا فريمون 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 عايشين كلمه الحمد لله هو الرضا
هكا مش نقول لكم رضا صافي خاص الواحد يكون مغلوب على امره ولا هكا نقول اي اللي جات راه هي هذيك نو الله ما كيبغيش هكا يعني نكون معمره ما نكون ثاني خاص يكون كل واحد روح يكون واحد الروح ديال كيفاش نقول لكم ديال التنافس مع الذات ديالي خاصني ندير هذيك الفكره خاصني ندير جو سوي كابابل انا قادر على هذه الحاجه ما كاينش شي حاجه حتى واحد ما قادر عليها ما كاينش تسمسو كون جو فو جو بو باغي غادي دير ما باغيش تسمسو الا كان هنا كيقول لك لا ما عمرك ما تزيدها الا كان عندك الاراده هنايا وكانت عندك القوه والعزيمه توصل اي حاجه خاص غير الواحد يكون امن براسو وامن بالفكره اللي هو باغي خاصو هو الا كانت الحاجه كتشبه ليه غادي يوصل ليها ما كتشبهليش غير واخدها اجي غير نشوف هذيك راه نجحت مع ديك السيده ديك الفكره حتى انا غادي تنجح معايا لا ماشي حيت هذاك غنى داك السيل ديال الاغنيه انا غادي نغني انا كنت دائما هكا غادي مشيت انا نغني هكا ولا اي حاجه قلت لكم اي حاجه تكون مثال بالهذا ديال الاغاني مثلا حتى اش غادي نقول لكم كاينين شي لبسات ولا هكا ولا مثلا لا كنقول لكم حاجه خاصها دائما تكون كتشبه لكم حاجه دائما خاصها تكون كتشبه لكم مادام حاجه كتشبه لك غادي تنجح ماشي بالضروره في المره الاولى ماشي بالضروره في المره الثانيه كيف كنقول دائما الحيط اللي قدامنا كيكونوا نبغيك حنا اللي حنا المسؤولين واش نهدموه وندوزو ونخليو الشيء الاخر كله هكا ونصنفو ولا اننا نقزوه الا كانت عندنا ارادتنا نقدروا نقزو تكون عندنا الليونه ديالنا نقدروا نقزو واحد بعدين كنقولوها حتى هي يا راه النمط ديال سميتو راه الرياضه راه ماشي غير كتكون لحيت باغي ندير الرياضه باش نبان انني جو سوي كيلكان كي انني شي واحد كيدير الرياضه نو الرياضه كديرها باش انك تصحح الجسم ديالك بان حتى الذات ديالك ملي كنقول حتى الداخل الداخل ديالك داكشي حتى هو كيكون صحيح يعني ما كيكونش عندك تراكم ديال الدهون ما كيكونش عندك تراكم ديال سميتو الكوليسترول ما كيجيكش حيت الحركه كاينه السكر حتى هويا الضغط ديال الدم هادو اشياء الا كنتي كدير سبور وداكشي ما غاديش دير ماشي اي واحد دار سبور راه باش ينقص ماشي اي واحد دار سبور راه باغي باش انه يبان عنده جسم ديال سنو كنديروا سبور على الذات ديالنا الداخل وهذه كتجي هذاك الحيط اللي كيدار واش غادي نهرسوه نقدروا نهرسوه ونقدروا نقزوه او ناخذوه غادي نقدروا نلقاو غير راه ما محطوطش بالاسمنت بالسيما راه غير محطوطين بليك فوق بليك ناخذهم هكا ندير درجه الاولى درجه الثانيه درجه الثالثه درجه وغادي نوصل الفكره ديالتي نتمنى بان الفيديو ديال اليوم يكون راقكم الفكره تكون وصلت بانكم تكونوا انتم وانتم وانتم وليس تقليد وليس غادي نقول لكم تقمص ولا هكا ناخذ الفكره ناخذ القدوه ولكن نحافظوا دائما على الشخصيه ديالنا لان الشخصيه ديالنا مهمه جدا 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 نحبوها نكبروها ندلوها فهي غادي تعتمد بزاف في الحاجات وغادي نكونوا اكيد واكيد ناس ناجحين ب 100% نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى نحبكم في الله.